أعرف أكتر معانا على الهاتف الأستاذ أسامة شاهين أحد المدرسين. أستاذ أسامة مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ خالد. حضرتك احنا دلوقتي المشكلة كلها بتتلخص إن احنا من إدارة الأطر التعليمية. فاحنا دلوقتي جايين بره المحافظة، فكنترول المنصورة ضرب بتعليمات السيد الوزير والدكتور رضا حجازي عرض الحائط. احنا دلوقتي احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نطلع الايه الامتحانات والملاحظه، لان ده شغلنا، احنا ما اعترضناش على كده. حلو. المشكله ان هو حضرتك مودينا محافظه ثانيه، مودينا الدقهليه، مودينا حضرتك بالقاس دي بتبعد عن قطور 200 كيلو رايح جاي. فحضرتك المواصله اللي هتوديني بالقاس ديت، القطر بيطلع الساعه 5 الصبح، فانا مطالب مننا كمدرسين قطور ان انا اصحى الساعه 4 اطلع على محطه القطر الساعه 5 اركب اوصل بالقاس دي الساعه 8 ونص اروح المدرسه عشان عندي ملاحظه الساعه 10. طب انا ممكن المحطه بينها وبين القطر المدرسه بينها وبين القطر ربع ساعه ثلث ساعه، يعني حصل الساعه 9، ده في حاله ان القطر ما تعطلش او ما تاخرش في المحطه. انا عندي من قطور لبلقاس دي حضرتك 28 محطه، هختلط فيهم بكام واحد بيقعد جنبي في القطر وينزل ويطلع كام واحد في خلال ال 28 محطه؟ اللي دي نقطه. النقطه الثانيه، انا حضرتك دلوقتي انا عايز ارجع محافظتي، انا عندي هنا مجاور ليا 5 مراكز، عندي في باتشون، عندي في طنطا، عندي في المحله، عندي في كفر الشيخ وفي قليل، دول 5. ما حضرتك بتاع المنصوره ما يوزعنيش في الخمس مراكز اللي جنبي دول ليه؟ انا دلوقتي انا علشان اوصل بالاس بعدي على محافظه كفر الشيخ بالكامل. طب طيب. انا دلوقتي ارجع بقى الساعه كام؟ استاذ اسامه، استاذ اسامه، واحده واحده عشان نوصل كل الكلام. يبقى نمره واحد، كان في قرار او تعليمات من السيد الوزير انه المدرس ما يخرجش من دايره المحافظه بتاعته، الكلام ده صح؟ تمام حضرتك، تمام. في الواقعة بتاعتكم اللي في مديريه ايه ولا في اداره ايه؟ احنا اداره قطور التعليميه غربيه. اداره قطور التعليميه. لم يتم الالتزام بتعليمات الوزير نهائي حضرتك. عظيم. هل انت بتخشى بس موضوع التعليمات دي، ولا انت عندك خشيه من موضوع يعني انتقال العدوى او شيء من هذا القبيل نتيجه بعد المسافه؟ انا حضرتك دلوقتي احنا بعد المسافه دي حاجه يعني مؤرقه، لان احنا حضرتك احنا بنتراوح اللي رايحين بالقاس او الجمصه او بره دول من حوالي 400 ل 500 مدرس، مش 20 ولا 50 ولا 30 ولا 100، ده حضرتك بتتكلم من 400 ل 500 طالعين بره اداره الطرق التعليميه. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا النهارده لا، انا دلوقتي انا عايز اتساوى بالازهر، الازهر بيراقب هنا في مدرسين الازهر بيراقب في محافظتها. طب انا عايز اتساوى بالازهر زي الازهر ما كان زمان بيطالب. طيب. ان هو هل صحيح انه في ناس قدمت اعتذارات؟ في ناس راح تقدم اعتذارات؟ حضرتك الاعتذارات بتبقى بشروط، يعني ايه؟ اللي عنده مرض، اللي عنده اعاقه، اللي ابنه عنده اعاقه، اللي هو عيان ما يقدرش خالص يروح. فطبعا احنا يعني الاعتذارات مش هتنقبل، لان الحمد لله احنا ما فيش كلام من ده. احنا كل اللي بنطالب بيه حضرتك، احنا مش معترضين ان احنا نطلع الملاحظه، احنا كل اعتراضنا ان احنا نطلع بره محافظتنا، احنا عايزين الملاحظه بتاعتنا في محافظه الغربيه اللي احنا منها، احنا عايزين ينفذوا تعليمات سياده الوزير والتعليمات الدكتور رضا حجازي. واحنا حضرتك من منبر حضرتك احنا عايزين نبقى في محافظتنا، واحنا بنتبرع بالمكافاه بتاعت الامتحانات اللي احنا هنقبضها من الامتحانات لصندوق تحيا مصر. احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين نراقب في محافظتنا، واحنا بنتبرع كلنا، اداره الطرق التعليميه اللي طالعه بره محافظتها بتتبرع لصندوق تحيا مصر بالمكافاه بتاع الامتحانات. طب هو الوقت دلوقتي يسمح ان احنا نغير؟ يعني انا شايف الوقت قليل قوي حضرتك. هو دلوقتي لسه الامتحانات اللي قدامها يوم الحد اللي جاي. طيب. وهو فاتح باب الاعتذارات الحد والاثنين والثلاث، يعني هو انت يعني في فرصه للتعديل، انت قدام حضرتك دلوقتي 48 ساعه ممكن تعملها لحد الاربع، يبقى 72 ساعه، في وقت، مش مفيش وقت. بس في دلوقتي في نقطه برضو، انا برضو حضرتك الناس هنا برضو في اداره قطور متضايقه جدا. النهارده دلوقتي احنا رابع سنه حضرتك بتوع قطور بيروحوا بالقاس، اشمعنى بالقاس؟ اشمعنى انت حضرتك بتاخدني 100 كيلو رايح و100 كيلو جاي، واشمعنى بالقاس بالذات اللي انت مصمم عليه؟ طب عندي سؤال معلش، لو المسافه 200 كيلو زي ما انت بتقول، هل هم بيوفروا المبيت لبعض الملاحظين؟
حضرتك دلوقتي انا ده في نقطه حضرتك كويس قوي حضرتك اللي اثرتها دلوقتي. انا دلوقتي معايا لا يقل عن 150 او 200 ست رايحين بالقاف. هل انت دلوقتي في مجتمع ريفي زي اطور هتسمح لمراتك انها أو اختك او انها تروح تبات بره؟ طيب انت دلوقتي اللي عمل التوزيعه دي مش حاسس ان في بعد اجتماعي؟ طيب بلاش دي، في نص النص الملاحظين او المعلمين طالعين المحله. طب انت لو انت يعني بتفكر، معلش يعني لا يعني هو اكيد بيفكر، لكنه من وجهه نظرك لم يحسن التفكير، لكن هو اكيد بيفكر. طيب هقول لحضرتك على حاجه، في دلوقتي رجاله كتير جدا رايحه المحله. طب انت تاخد الرجاله توديها المحله اللي بيني وبينها بالظبط 40 دقيقه او 45 دقيقه، وتاخد الستات اللي هي ست تاخدها من الساعه 5 الصبح او تطلع من بيتها الساعه 4 هترجعها الساعه 6 المغرب؟ ده في شرع مين ولا في عرف مين ولا صح. في عقل مين؟ الكلام ده صح؟ لا كلامك صح يا استاذ اسامه، وشكرا وصلت الرساله.